دايما واحنا في حلقات الجليس بنتكلم في حلقات الجليس عن حاجات بتشغلنا طول الوقت. ليه؟ لان الجليس لو ما كانش معانا طول الوقت ممكن يختار جليس غيره، لكن الجليس اللي معانا ده اللي بيسيطر عليه ويفضل معاه، انا اسف يعني، بيطلع اوحش ما فيه. جليس ما هوش احسن حاجه في الدنيا، جليس مزعج، جليس ده زي ما بيقولوا كده بيطفي الفرح، جليس كده لما يكبس علينا يخلينا حاسين كأن الدنيا كلها جاية وكبسة على نفسنا. جليس ما هوش أحسن حاجة في الدنيا، لكن في نفس الوقت الجليس ده لو الناس أحسنت استثماره بيعمل إيه؟ بيعمل نقلة في حياة الإنسان. كل ما تقدر تتعامل مع هذا الجليس كل ما أنت تحس إن أنت عندك كده فتح من ربنا وينشرح صدرك. الجليس ده جليس ممكن مش بس نقول إنه جليس رزل، لكن جليس كمان بيطفي نور المحبة ونور القرب من الله سبحانه وتعالى في القلوب. إيه الجليس ده؟ أنت ما عندكش غير الجلساء اللي هم صعبين كده؟ لا، مش أنا اللي بختار، حضراتكم اللي بتختاروا. وهو جليس في الحقيقة لازم نتكلم عنه، لازم نتكلم عن جليس الوحدة. الوحدة متعبة، وساعات بيسموها الوحدة مرة، بس احنا عشان نتكلم عن الوحدة كنا محتاجين نتكلم مع حد متخصص، ومش هنلاقي افضل من الدكتورة حنان الرصاص استاذ الطب النفسي، وعشان نتكلم معاها عن الوحدة. ازاي حضرتك يا دكتورة حنان؟ اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك المشاهدين. الوحدة بقى دايما في سؤال كده بيجي عنا عن الوحدة، بيقول الوحدة حقيقة ولا شعور؟ وهل هو شيء الوحدة شيء مادي ولا شعور انساني بعيد عن الاشياء المادية؟ طيب، أول حاجة هو الوحدة هي حالة مؤلمة ناس كتير بتحسها، تمام؟ هي بتتكون من كذا حاجة، بتتكون من فكرة إن أنا لوحدي، يتبعها شعور حزن شديد، وبعد كده يتبعها في أغلب الأحيان انعزال. فهل هي حقيقة أم مش حقيقة؟ بدل هي ليها بالنسبة لنا علاج أو تدخل، يبقى احنا نبدأ نشوف هل هي حقيقة على إطلاقها ولا في جزء منها مش حقيقة. بس هنا سؤال بس هي بيبقى شعور قاسي. يعني حضرتك بدل قلت لي ان هي بتتكون من ثلاث حاجات ديت، اللي هي مسألة الفكرة في ان انا لوحدي، ده كل الوحدة ولا دي الوحدة اللي ممكن بعد شوية تقرب من الاضطراب النفسي؟ لا، هو في مش لازم يكون اضطراب نفسي بصراحة. في ناس كتير بيبقى عندهم احساس ان انا عندي، لو نخش بقى على اسبابها، ناس كتير بيبقى عندها احساس ان انا لوحدي. لوحدي معناها ايه؟ معناها ان انا حتى لو انا في علاقة، العلاقة دي ما بتدينيش اللي انا محتاجه، فبالتالي حتى لو انا موجود وسط ناس انا حاسس ان انا لوحدي. صحيح. فدي بس الحتة دي، ده بس يعني على موضوع، لكن هي ممكن تكون بقى جزء من الاضطراب. لو حضرتك حابب نخش في الاسباب بتاعتها. طبعا انا لازم اسال حضرتك عن اسباب الوحده، لان في ناس كتيره. احنا ليه بنسال عن اسباب الوحده يا دكتوره؟ لان في ناس كتيره تبقى قاعده كده وتبص تلاقي الوحده، شعور الوحده كبس عليها وهي في وسط الناس، وزي ما حضرتك تفضلت كده وهو في وسط العلاقه، ويمكن كمان وهو ما بين احبابه، وساعات يبقى هو ما بين الحاجه اللي هو بيفرح بيها ويبقى مستنيها طول عمره، وبرضه يحصل وحده. فاحنا لازم نعرف الاسباب. فايه اسباب الوحده؟ ايه اسباب الشعور بالوحده عند حضرتك يا دكتوره؟ بالظبط. هو بس حابه اقول الكلمه اللي حضرتك قلتها في الاول، ان هي فعلا شعور، يعني هي جزء منها، قلنا مكون منها الشعور، هو شعور قاسي جدا بيطفي فعلا البني ادمين. انا بس حابه اقول الموضوع الوحده دي على كذا مستوى. اول مستوى ان الناس، يعني بس دي بقى حته هي بتاعت حضرتك، يعني هو علاقتهم ربنا سبحانه وتعالى، احنا حتى الناحيه الروحانيه دي احيانا بنستخدمها في الدين، ان هو وجود ربنا سبحانه وتعالى، هو ربنا حي على طول، يعني حي لا يموت، فهو ربنا موجود. فدي اول حاجه. في ناس كتير ممكن حتى عشان هي ما عندهاش الناحيه الروحانيه دي بتشعر حتى وهي قاعده لوحدها ان هي وحيده. الجزء الثاني بقى الشخص نفسه. انا قبل ما انا هقول صراحه الجزئين الاولين، ربنا سبحانه وتعالى، ثم الشخص نفسه، علاقته بنفسه. في ناس كتير بتحس بالوحده عشان هو اساسا مش متصاحب مع البني ادم اللي هو نفسه، اللي هو قاعد معاه 24 ساعه. بيحس ان هو مش طايقها، بيفك منها، بيجري، مش قاعد معاها. كل اللي قاعد معاها زي حكمة قلت في الحلقه اللي فاتت، جزء دي منها بيبقى احيانا جلد ذات او تخبيط في النفس، فهو مش متصاحب مع نفسه، تمام؟ فده سبب. السبب الثالث بقى، يعني هو مش متصالح مع نفسه، فهو مش متصالح مع نفسه، فمش عايز يقول الكلام ده، فبيشعر بالوحده وما بيقعدش مع نفسه.
فلو انا ما قعدتش مع نفسي جزء كبير من احساسي بنفسي انا مش وحيد، احساسي ان انا بقعد مع نفسي مستريح انا قاعد معاها، مش كل بس الوحده علاقات بالاخرين، لان انا حتى عندي اريحيه ان اقعد مع نفسي واشوف مهم طموحاتي واشوف الكلام ده ايه اللي قوي. مزعلني وايه اللي مضايقني وايه اللي مفرحني وايه اللي بحبه، يعني زي كده واحد صاحبي قاعد معاه بس انا بحبه، فيعني فاول واحد بقعد معاه ب 24 ساعه اكتر حد هو انا. الحاجه الثالثه بقى حاجه مهمه جدا، موضوع العلاقات بالاخرين. العلاقات بالاخرين فيها كذا بند، اول حاجه الناس، لا اما الناس اللي حواليا هم الشخص نفسه مش مديهم مساحه ان هم يتدخلوا ويتناقشوا معاه ويحبوه ويديهم مساحه ان هم يشوفوا الحب والخير والرحمه او يتعاملوا معاه. احيانا تانية ان الناس فعلا اللي بتتعامل مع الاخرين بتتعامل مع الشخص بتبقى فعلا ما بتديهوش اللي هو عايزه، ما فيش تفاهم، ما فيش تعامل، فهو مش لاقي، يعني ما فيش تعامل جيد او برحمه او تفهم لمشاعره، ما فيش معنى في التواصل نفسه، ما فيش اهتمام، ما فيش معنى في التواصل، هو ده المعنى العام يعني. فبالتالي الشخص حاسس ان العلاقه دي، وهو حتى قاعد مع شخص حتى ممكن يكون شريك حياه او اهل او صحاب او كده، العلاقه دي مش مكفيه، مش مليانه من جوه. طيب الحاجه الثالثه ان في بس الناس احيانا ما تبقاش فعاله. اقول بس حاجتين اخيرتين، ان هو بعض الامراض عندنا زي طبعا الاكتئاب بيؤدي، بيكون اعراضه طبعا موضوع الوحده والانعزال. بعض اضطرابات الشخصيه زي الشخصيه الاعتماديه اللي عندهم خوف احيانا من الوحده، فممكن حتى يلجأوا احيانا لعلاقات حتى غير سويه وغير منضبطه، والشخصيه اضطرابات الشخصيه الحديه احيانا برضه ممكن بيخافوا من الوحده شديده، طبعا فبيلجأوا احيانا حتى كمان يخشوا في علاقات، واحيانا حتى الوحده نفسها بتبقى عامل خطوره ان هي ممكن تزود او تاثر في مرض الاكتئاب، واحيانا حتى بعض الامراض العصبيه مخ والاعصاب زي امراض الاتصال المتناسق اللي وبلا هو شك بيعرف ان برضه وبلا شك السكليروزس. ان الميول الانتحارية كمان بتكون احد اسبابها كمان الشعور بالوحدة. طبعا 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 اكيد. دكتورة انا عايز في كلمة مختصرة، ايه اللي احنا ممكن نستطيع من خلاله ان احنا نغير نظرتنا للوحدة؟ هو اول حاجه ان احنا محتاجين نستشعر اول حاجه زي ما قلنا كده وجود ربنا سبحانه وتعالى المعيه يعني. تاني حاجه ان احنا نصاحب نفسنا، ان انا ما اقعدش انتقد في نفسي كتير واتصالح مع نفسي، ابقى قاعد مبسوط وانا قاعد مع نفسي، وده جزء مهم جدا 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 صراحه. ثم تالت حاجه ان احنا الاخرين نطلب منهم احتياجاتنا ونعبر لهم عن الحاجه اللي بتبسطنا وبنحبها عشان يكون في جوده للعلاقه. والحاجة الأخيرة ويكون في تفاهم عاطفي، تفاهم في العلاقة، بيكون في معنى في التواصل. والحاجة برضه الأخيرة رابع حاجة البلونجينج، الانتماء. أحيانا الانتماء بقى، الانتماء بصرف النظر الانتماء لإيه، بيدي أحيانا إحساس بعدم الوحدة، بالعكس بقى بإن أنا منتمي لحاجة فأنا مش لوحدي. دكتورة أنا دول شاكر أربع حاجات. لحضرتك، يعني دي دايما حضرتك بتضيفي إلينا، ودايما وجهة نظر حضرتك والعلم اللي حضرتك بتقدمه لنا بيكون إطلالة مهمة جدا جدا على مشكلاتنا، وخاصة فيما يتعلق في تعاملنا مع ذاتنا أو تعاملنا مع البيئة المحيطة بينا. شكرا لحضرتك جدا جدا دكتورة حنان الرصاص، أستاذ الطب النفسي. شكرا يا دكتورة. شكرا يا دكتور، شكرا.